هدول بعتون أبي حصتكم من المحل هذا الشهر. ايه تك. سعيد، قال أمي أمانة برقبتك وإيدها على رأسك والنبي كباسك، هدول المصاري حصتنا من المحل ولا منك أنت؟ هي شو هالحكي؟ ليش؟ في فرق؟ سعيد، أمي أمنتك بالأمانة والأمانة غالية. مني، هدول مني. أخذهم لكان. قال أمي نحن إلنا حصة بالمحل وما بدنا صدقة، ومشان الأغراض اللي جبتون نحن قبلن هدية بس هالمرة. اللي لا لأمك الله يسامحة، هلأ أنا عم أعطيكم صدقة؟ لحظة. خلص خلص، مو مشكلة. سعيد، قال أمي الله يخليك لا تزعل وهي ما بيهون عليها، بس أنت لو كنت محلها وإلك حصة بتقبل تاخذ المصاري هيك مثل السرقة من الحصة؟ لا ما في مشكلة، أنا ماني زعلان، بس لبين ما نحل قصة الحصة مع أبي يعني، كيف بدكم تدبروا حالكم؟ كيف بدكم تعيشوا؟ الله بيدبرنا يا سعيد، لا تشغل بالك أنت. طيب بنت عمي، قلي لها لأمك إني أنا ما رح أنسى الموضوع، ورح أبقى ورا أبي لحتى أحصلكم حقكم. قال أمي الله يرضى عليك، أصلاً نحن ما عندنا سند غيرك. تسلمي. يلا ديروا بالكم على حالكم ولا تفتحوا الباب لمين ما كان. حاضر ابن عمي. خاطركم. الله معك ابن عمي. يا مو، سميحة قالت لي إنه هي بتحبه لسعيد. قولي على أنت، هذا اللي كان ناقصني. شغلك حيجيب لنا مصاري كتير؟ إن شاء الله يا مو. يعني إمتى رح يعطوك المصاري؟ بس أخلص من هدول إن شاء الله بيعطوني. ليش تقبريني؟ بدك شي؟ إيه يا مو، بتتذكري وقت مرة أبي جاب لنا لحمة وسويت لنا إياها جدي بالزيت؟ إيه بتذكر، الله يرحمه شو كان كريم. الله يرحمه. من يوميتها وطعمتها تحت أسناني. تكرم عينك، بس أخلص من العبي يلي بين إيدي رح أعمل أطيب أكلة جدي بالزيت. ايه يا مو كتريانو، انا بدي اكل لحتى يغط على قلبي. يا فتحية، اذا الاكل مو الك بطنك مو الك. شو يعني؟ يعني البني ادم لازم ياكل ويشرب ويشبع ويلبس ويترتب وينبسط بحاله، بس كمان لازم يرضى باللي الله قسم له اياه وما يبطر بالنعمة حتى لو كان عنده منها كتير. ماشي، بس لا اكل واشبع ببقى برضى. يا مو خليني ساعدك. ما بصير أمي، لازم بالأول تتعلمي، لازم الشغل يكون متقل، وقال ما بيعطونا مصاري. طيب علميني. أمي جيبي قماشة قديمة وتعلمي عليها، وإذا شفتك منيحة بخليك تساعديني. حاضر يا مو. وأنا كمان يا مو خليني أشتغل معك بحق رط اللحمة زيادة. أنت خليكي بالجدي بالزيت. يا مو مرت عمي اجت ناطرتك برا. خليها تتفضل.